في مجتمعنا الشرقي لماذا الزوجة تحرم من أي كلمة طيبة من زوجها؟ أرجو النصح والإرشاد للزوج والزوجة معا. أمال أنا بتكلم مين؟ لازم أنت قريت حكاية كانت مكتوبة في جورنال امبارح قريناها، ولا أنتوا اللي كاتبين السؤال ده؟ هي حكاية كويسة وإن كانت قصة مؤلفة، لكن حكاية كويسة. مجتمعنا الشرقي، وأضيف عليها مجتمعنا الصعيدي، نكمل الكلام. يعني تلاقي ثقافة الناس هنا في الشرق في مصر، خلينا في مصر ويزيد ويغطي الصعيد، يعني الراجل ما تعلمش وما ترباش على ان يقول لمراته لو سمحتي ومن فضلك، ده عيب كبير عندهم. ما تعلمش وما ترباش ان الست تعلي صوتها وتتكلم في محضره، ما تعلمش وما ترباش ان الست دي ليها كيان واحترام ومحتاجة كلمة حلوة تسمعها. طبعا عيب كبير ان يقول لمراته بحبك، تبقى مصيبة. ايه يا ولد، ايه قلة الادب دي؟ دي قلة ادب. لو قال لمراته انا بحبك يبقى دي قلة ادب. شوفوا قد ايه دي ثقافة، ثقافة. انا صعيدي وعارف يعني. واحدة بتشاور لي بتقول لي انا عارفك. عارفين ليه؟ لأن حياتنا مش مسيحية صحيحة. احنا خدنا صفات من الجو اللي حوالينا وتربية من البيئة، يعني بدأت بالوثنية قبل دخول المسيحية، وبعدين صبغت بصبغات تاني في مصر، في حين ان حياتنا امام الله تكون ازاي. انا مش متحيز للزوجة ولا الزوج، لكن اقول مثلا الست في البيت شايلة شيلة تقيلة جدا ما يقدرش عليها الراجل، بتتعب تعب كبير، محتاجة لكلمة اقول لها انت تعبتي، كتر خيرك، ربنا يبارك فيك، اشكرك كتير، كلمة. لكن الراجل يعز عليه يقول لها كلمة، يعز عليه يقول لها كلمة. تطبخ وتعمل وتسوي وتتعب مستنية حد يقول لها يا سلام طبيخك حلو كتر خيرك، عايزة كلمة. لكن احنا بنضن بالكلمة دي على المرأة، بنضن ليه؟ لان ما تعلمناش العطاء حتى بالكلام. كلمة مش هتكلفنا حاجة، لكن ما تعلمناش. عارفين ليه ما تعلمناش؟ لأن حياتنا المسيحية ناقصة، احنا مش عايشين الحياة المسيحية الحلوة. الحياة المسيحية الحلوة يبقى الزوجة في عينين راجلها وعلى راس راجلها، وراجلها في قلبها وهي في قلبه، والاتنين واحد. محتاجين نغير أساليبنا لما نعرف الرب معرفة حقيقية. لما نعرف الرب معرفة حقيقية هنتغير ونتعلم الأدب المسيحي. الأدب، في فرق بين الأدب العالمي اللي ممتلئ بالرياء والأدب المسيحي اللي ممتلئ بالمحبة والصدق والوفاء. عايزين نتعلم المسيح ونعلم المسيح لغيرنا.